muna magana kan zikirin juma'a da irin yadda ya kamata a yi da lokacin da ake yi da yadda ya kamata taron ya zama har muka zo inda malam ke cewa summa qala an-nas summa tamama an-nazim al-kalam fi ma yata'allaqu bi hadhihi al-wazifa sannan malam ya cika mancansa a cikin abin da ya rataya da wannan wazifa أعني وظيفة الجمعة وتذكر الجمعة التي هي آخر الأذكار اللازمة في الطريق لذكر الجمعة شيني قرشان ذكري لازمين ون الطريق ما يمر دون سافي بأيام مهد وظيفة سيذكر الجمعة فقال سيما له شيء ومن يفت وقتها لا يلزمه قضاؤها بلا خلاف عالمه وتركها يفيد خيرا جما إلا لعذر عارض على ما يكفيك في الفضل حضور المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا يجي ومن يفوت وقتها وندلوك تنذكر الجمعة يفوت شيء مساء لا يلزمه قضاؤها راما وان حضرات الجمعة بيلزم تشبا بلا خلاف ما تعرض سعباني بعلمه دنسني جمالا نيبن سن تيوا إدام ذكر الجمعة يكو تيمكا أنا راما وابا صدق شيء تأبن دنسني با راما وابا أما برنجا مكا وتركها برن ذكر الجمعة يفيت خيرا جما دون يبشت يا با الخير ميوا إلا لعذر karka yadda ka bar zuwa zikirin juma'a sai inda wani uzuri aridin mai bijirowa alamma da ya sauka da kai karka yadda a ce baka zai zikirin juma'a ba sai in akwai wani uzuri da ya zo same ka ko ba komai ya kafika fil fadl hudur al mustafa ko ba komai dai a cikin nan zikirin juma'a ai zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka a farin Allah صلى عليه ربنا وبنجي من يوم الصلاة وشرفا يحلوك كاشي كوبا كومي أتكين ذكر الجمعة تؤيا النبي نعزوه تكاوك أمبك ذكر الجمعة أبا أنا خيري مي يا ياكو بچمك أراد أبن دمالك نبي أنه لا قضاء عندنا في هذا الذكر مو أورم با أرام ذكر الجمعة أعني ذكر الحين التي بعد أسر يوم الجمعة من ذاكران الجمعة لأن إذا فات وقته اللوقة يوجي وهو كما عرفته كما عندك سندي ذكر الجمعة من صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس لوك تنسى تندك صلى العصر من رانا الجمعة حروانا تفادي ثم وانديك إذا أذر جنة يبري سورة وطأة أي مغربة كورة من أعوى وتقاق دي دمك يمودو أتكم أذرين كما تأي دك صلى العصر أي كام حرسي أم رانا تفادي ثم إن كان في فاته لعذر سنة إن ذكر الجمعة يكوك تيوه متن سبو لعذري عرض له بالوقت عذر لإبدر ومسأل الوقت فلا بعث يتبا بليبي أن يكتب له أجره أربطا مسلا دام نرش الجوع بفضل الله تعالى دفر الله دان إنما الأعمال بالنيات حقيقة أيوكا سيدني يوي كايني يزوع ما هو عذري يضوى سميكا فسأل هكا سأل الله يربط عمك لا دام ولا النية ونية المؤمن خير من عمله أو نهديسكم ظل الله تعالى نية مؤمن تاب أي كنسا ونوليكم هكا أبلغ من عمله تاب كيمة تقاب أي كنسا كاي نية بكيبا تواب كي أي كن ميوا مك أي كن ونلي يشكتكي كو تعجبي يشكتكي سيبات أي كن تقاب وانا نية نيكي بكيبا وينفق وته idan zikirin juma'a ya kuɓuce masa da gairin uzurin ba wani uzuri haka kurin yake zuwa faqad fa wa ta'ala nafsi khairan kaseeran haqiqa ya kuɓuta ya kuɓutarwa da kansa wato lada mai yawa ya masa fauti lada mai yawa ya kuɓuce masa wa dayya nafsuhu fi fadlin kaseerin wanda yake zuwa zikirin juma'a ya tozartar da kansa a cikin fadala mai yawa walaule mai ko ba wani abu dai a cikin zuwan zikirin juma'a illa al-istimdadu min al-hadratil mustafawiyyah sallallahu alaihi wasallama wa sharrafa wa karrama
ko ba wani abu a zikirin juma'a sai neman daɗi daga halar annabi da yake zuwa wurin Allah ya girmama shi ya ɗaukaka shi ai azi ولو لم لانه ثبت دنيا ثبت عن سيدنا الشيخ رضي الله وكشوت جان الله يقدر شيء ان من فضائل هذه الحضره يا دغ بلالر ذكر الجمعه حضور المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها من ظل لنا زوار هو الذي عقده في هذه الابيات الثلاثه شنو ابو مالم يقول لا اتكم ان بيتوتي غدا اكو زوار النبي هو غالب لفظه في الجامع إن حكم أتشكل تاب الجامع وهك بيان يذو فإياه اعتمد دون مال يدو قرم من ملوت المريد في ذكره الحضور المذكور لأي أمبتونا نزوانا عن نبي دون أبن ديك تكين جامع يدو قرم إذ لم يذكره في جواهر لم يذكره في جواهر المعاني دنبع بدون عن تكين جواهر المعاني با يتأمى ولعل مؤلفي الجامع من جامع دنم ولعل مؤلف الجامع من لتاف جامع دنم سمعه يجون مغنى من الشيخ رضي الله عنه دق شهو تجاني بعد وفاة مؤلف الجواهر بايم من جواهر لن يارس شكو ما يسامون الله باري باقنكو من جواهر المعاني والله أعلم الله شيني مسني وعلى كل حال لكي بس يكون هالي دي فهو ما لا يقوله أحد من عنديته باير قتن أبن دا متن وانا يبقى دا غورن سكوش يقدا ما يبقى وخصوصا بضاعة أي نجامع دلنا شيني كوي دا كشن كان سنيسا يبقى بيت إرم محنم فغاس وانا أبون دا كوي با جنس سكيبا مستبدل شوا وخصوصا مسمم ماما قنا انتظو daga man kana misal sahibul jami kamar irin malam mai jami'u min khasati ahlil khair wa salah wanda ya daga cikin ke battantun bayin Allah da salat da salihan bayin Allah ai ba zai fadi wannan ba tare da madogara ba rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa wa nafa'ana bi barakatihi Allah ya amfane mu da albarkarsa amin daqiqatun yace qad arafta haqiqa ka san tawaqa julli mashayid haqiqi wato daidaiton wato shehunan sakankancewa a gabas da yamma ala ikhtiyar yawmin juma'a abinda ya suka zabi ranar juma'a li hadhihi alhadara dan wannan taro na zikiri wa kada alimta ka sani ku anna almaqsud alahamma abun nabi mafi muhimmanci min hadhihi alhadara daga wannan hadara ta juma'a wa khususan musamman alal kayfiyat almaqsusa bisa ga kama dana da muka take a bakke bancewa bismain istijlabil wajdi saboda ne ji da neman jawo wajadu wa isaratin kamin alwaril irfani da motsar da boyayyen hasaken sanin Allah faka annahum kamar su malamai su sai wani da suka zabo wannan lokaci radallahu anhum aradu suna so an yasira saliku bidhalika ahwalahu mai ibada saliki ya tafi da wannan halayensa wa aqwaluhu da hala da maganganunsa fi zalika al-usbi a wannan sati halin ka tafiyar da halayenka da maganganunka a cikin wannan a wannan sati shi za ka sa kai wurdin safe da yamma da wazifa wurdin safe da yamma tun daga juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis to juma'a kuma sai a zo a taru kuma a yi zikirin juma'a dan neman wato asarcin ubangiji wanda yake ciki fatajni samarata aqwalihi wa af'alihi sai ka debo fa'ida ta maganganu da ayyuka min ahwali al-usbu'i daga halayen ya debo daga cikin halayen sa na sati istighfari da salatu annabi da la ilaha illallah yawm al-mazidi sai kawo su duka sai a hada kuma a ranar nan ta ne ta kari da kulli sadiqin ga duka mai gaskiya ita ce ranar juma'a wa qad zakaru malamai sun ammata ambari ga shashin su annahu kana yaj'alu ma yajidu inda al-jum'a mutum zai sanya abin da ya samu a ranar juma'a muhakkaman abu ne wanda yake abin kyautatawa ya iru bihi awalahu fi sa'il usbu'i wanda zai auna halayensa
na abubuwan da ya a cikin sati din nan allazi madha wanda ya wuce fa innahu idha kana al-usbu saliman idan mutun ya auna tun daga sati din tun daga asabar har zuwa alhamis har zuwa juma'a din nan idan satin sa ya tafi saliman kubutacce yakunu lahu yawm al-jum'ati mazid al-anwari sai ranar juma'a ta zama masa karin haske wa idha kana al-usbu ala al-aksi idan kuma satinka da kai shi gaba daya har zuwa juma'a ya zama ba salimi ba kana al-amru bi khilaf zalika to lamarin sai zama sabanin wancan ba za a samu karin hasake hasake ba mimma yajidu husaliku daga idan abin da mai ibada yake samu min zulmati al-qalbi na daga duhu na zuciya wa sa'amati an-nafs da qusa war-rai wa qillati inshirahi sadidi da karancin yalwar kirji yawmul juma'a ta ranar juma'a fa huwa yace shi mimma dayya'u wannan duk abin da ya samu kuncin rai wato duhu na zuciya rashin walwalar kirji to ya same shi ne mimma dayya'u bil usbu daga abin da ya zama ya tozartar a cikin satin sa wa raja'u kauna ko yace qawiyun tana da karfi annahu idza jahada nafsu idan mutun ya fama da kansa fi sa'amatiha a cikin kosawarta wadha hada al hadarata ya shiga wannan hadarata juma'a wasta'mala ma amkanahu min al huduri yayi kokari ya aiwatar da abin da yake iyawa na daga huduri wanjabara halahu mutun ya zama ya dora halinsa fi ma dayya'ahu fil usbu' cikin abin da ya tozarta a cikin sati barakati zikiri saboda albarkar zikirin nan da aka hadu aka yi wa zakirin da kuma albarkar zakirin da aka hadu wa shafa'ati shafi'ina da kuma ceton mai ceto shine annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya zama yayi haka to kaga satin sa ya zama ya kubuta kenan ya tafi lafiya lau wallahu ta'ala alamu wa hakam Allah shine masani shine mafi hikima kuma qala an-nazim rahimahullahu ta'ala sannan malam maimunatul murid Allah ya ji kansa ya ce khatimatun yace cikawa fi fadlil yaqut al-farida a cikin farallar salatul fati wa jawharatil kamali zai bayani akan maganar jawhara kuma fi madahi sayyidir rijal wanda aka yi ta a cikin yaban shugaban mazaje amma maganar zikiri cewa ba arama ba mun faɗa a wancan tunda kai alƙawari kai zaka yi istighfari da safa da yamma da la ilaha illallah zaka yi da yamma zaka yi wazifa zaka yi zikirin juma'a duk an ga maka sharadi ne to saboda wannan sharadin aka ce in mutun ya samu bai je ba sai ya rama tsololuwa kamar yadda aka yi ta faɗa 1000 ko 1200 ko 1500 ko 1600 amma kada ya wuce 1600 shine mafi inganci 1600 zaka rama zikirinka la ya khafa ice bai boyu ba alaman khusa bi mazij al-aqli ga wanda aka kebance shi da duwar hankali wal fahm da fahimta wajhu ja'al an-nazim rahimahullahu ta'ala al-kalama fi hadha al-gharad wato dalilin da mai wannan littafiya ya sanya wannan garadi bai boyu ba ya sanya shi khatimatan shine abin cikawa me yasa zai cika da bayanin salatul fati da jawazul kamali yace abin ba boyayye bane ga duk mai hankali da mai da fahimta lima atama da hu saboda abin da malai ya dogara min al-fusuli wal masaili fi hadha an-nazm na daga fasalai na wannan littafi da mas'aloli na wannan littafi a wannan waka wa min zalika yana daga wannan at-tafa'ulu kikkiawan fata bi an takuna khatimat amrihi yana fatan karshen lamarin sa fi umri a rayuwarsa kullihi duka ya zama ifadatan fadli alayhi Allah ya koranyo masa falala min wasi'il fadli daga yawar falala Allah bi mahdi fadlihi da tsantsan falalarsa wa fi ibtitahi al-kalama a farkon bude kuma zancensa fi fusulul tariqati a cikin fasalai na wannan tariqa ba'da zikri sanadiha ba'a an bi sanadin tariqa bi fadliha da falalata ala al-ijmali bisa game ba wa khatama zalika kuma sai malan ya cika bil kalami da magana fi fadli a cikin falalar muktasab bihi min al-azkar irin abubuwan zikirin da take bantu da su wannan tariqa allati la tunalu falalar da ba
سامس إلا بمحض الامتنان سيدت أنثم بيور الله والإفضال دبيوسا إشارة والنمال ياك دنوني إلى أن دائرة أهل هذه الطريقة السنية دائرة ونن طريقة متجانية مدوقة يا مهزكي دائرة الفضل المحض دام إت دائرة تفضل الله تنظر الذي لا سبب له ونن فلل باب ولا دليل إلا الإلهة الأضلية سي إناية الله تكر ونن يغنشي أتكنت to falala Allah ce tuntuni da ta riga ya gare shi shine ya ganshi a cikin ta wa ammal ya qudul farida amma wanda ake cewa ya qudul farida in baka sani ba fa yasratul fati lima ughlik ita ce yasratul fati wa samma bi zalika sayyidina ash-shaykh radiyallahu anhu shi ta jani shi ke cewa yasratul fati al yaqudatul farida wato lu'lu'a wacce take bata da kama kama ta kaddama kama inda ya gabata wa amma جوهره الكمال اتقوا جوهره في مدح سيد الرجال صلى الله عليه وسلم فهي ان بغسنت به تجي الصلاه المعروفه وان صلاه النن سنن عند اهل هذه الطريقه او رم وان ما ابوتا وان الطريقه تمت تجانيه اتا جوهره هي احد اركان الوظيفه ديت daga cikin rukunan wazifa hasaba ma taqaddamat al-isharah ilaykum inda nun ya gabata zuwa gare shi ثم صلاتان شريفتان كلتاهما وإن صلاتي غدابي دكانسو ده صلاة الفاتحة ده جوارا من جملة الأسرار سنعلك تكن جملة أسرتي التي يتلقاها الكمل وند كاملا باين الله سكي تبا من العارفين الكبار ده مثلا الله من يمين في مقاماتهم سكي تبا تكن مطعين سؤال خاصة واتوكي بنتتي الشهود يدي مقام الناس نشهودي إما من الحضرة القدسية إما ستفادة حضرة تقريكي حضرة الله كتلقي القدب سيدي محمد البكري كما إند سيدي محمد البكري قدب النم يتفي الأولى للأولى كسلاتي نبر بوشن سلاة الفاتي على ما سيتضوه قريبا إن شاء الله تعالى كما إند ذامي بياني جد محمد البكري يساموتا ننقص إن شاء الله أو من الحضرة المحمدية تقوكم آآ سدما سوبا ين الله sun cabko wato salatin ne daga hadarin manzon Allah alaihi salatu wassalam fi halatil yaqzat aw hadhal manam ko abacci ko abarke ka talaki sayyidina ash-shaykh radiyallahu anhu lithaniyati kamar inda shoti jani ya karbi salatin nan nabi shine jawhara ala ma sayu nasu qariban kamar inda zamu bayyana nan kusa aidan dada bi haulillahi ta'ala da iko Allah zamu bayani والكل دكان سو ونزك يتبع لك حضرة النبي ونزك يتبع لك حضرة مخيكي من الثابت المعروف عند أربابه إن لك أبن لك تبتتش سنني أو رمى سأبن ومن الحق المعمول به إن لك غسكيا ونزك أبن أيكي لشي ببابه أو رمسا والفضل المذكور هنا فلنا ودتك أبن أنبتو أنا لسلاتين قوة إن سلاتين قدابي وسلاة الفاتحة دوارا كله دكانسو مما تلقاه الشيخ رضي الله عنه يا دغ ابن الشيخ جانيه تفا من الحضره المحمديه صلى الله عليه وسلم دغ حضره النبي صلى الله عليه وسلم ومن المقرر عند العلماء العالمي يا دغ ابن ديك تبتتي اورم معلمي مسنا انه يعمل بجميع ما يتلقاه العارفون منه عليه الصلاه والسلام انا ايجي دغ ابن ده مسنا الله سكا تشكوش دغ النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اليقظة أو المنام والنعب سنتبقوش نه سنكبش نه أبركي كو أبتشي ما لم يسادم شيئا من النصوص القطعية متكر أبن نسك عرب كرقو دقاء النب النوم بيكرو دنصوصي قطعي نشريها با أو يؤدي إلى انخرام قاعدة شرعية متكر أبن نسك تي سنكرقو بينا كيوازوا غروش وتقاعدة شرعية با والقاعدة الشريعة في هذا الباب لكم قاعدة الشريعة تكون بابي هذا ما ذكره قاعدة الشريعة تكون بابي كما عند الشيخ رضي الله عنه جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى كما عند جلال الدين السيوطي في فتاويه تكون فتاوي ينسى أنه ليس لأحدكم واتوبي كما تقوننك با على أن يحكم على ذكر يهو كنت بس قوان ذكري أو دعاء قوة الدعاء
لم يرد بمقدار لم يرد بمقدار معين من الأجر واتو إذا ما بيزو دون غرغدو سننني daga cikin lada ba qala yace li anna zalika dan wannan abu da yazo da ya fada ko yazo da shi marji'uhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam dun mako masa dai annabi kan ina koma ne ga annabi wa qad ulima an sani ku anna ikhbarati sallallahu alaihi wasallam ba'da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ala qismaini kashi biyu ne ismin amin akwai abinda annabi zai bada labari da shi wannan ammi ne kowa zai iya gayawa وهو ما أمر صلى الله عليه وسلم شنو أبدا النبي أمرني أن يخاطب به عامة الناس أجاه قوة وذلك يتولى كتشريع شرائي كما شرعا تشريعا وتحديد الأحكام لكما إياك كان جو كن جو كن جو ندي كذا قابل ذا أي مثلا أبو كذا شريعة ني قابل شريعة تجي وأن قوة ذا إيه قياوة وتبين الفرد من النفل أبينا وقوة أبو كذا فرلا ني أبو كذا نافلا ني والحلال من الحرام abayyana kowa abu kaza halal ne abu kaza haram ne wannan babu iyakan cewa kowa a gaya masa wa hadha al-ism yace wannan wannan ismi wato wanda yake ammi in qata bi wafati sallallahu alaihi wasallam ya yanke da rasuwar annabi ba wata wani ne zai zo mana da wata shari'a kuma bayan wannan wannan ta wuce ta wata annabi al-ism al-thani amma na biyu khasin akwai wanda yake kebantacce wato ba ibari na akwai ke bantacce wa ma umira sallallahu alaihi wa sallam shine abinda aka umarci annabi Allah ya khadaba bihi illa al khawasa kada ya ga kowa sai khassawa wa hadha lam yanqati to irin wannan ba bi yanke bi ba ta da rasulsa wala yazalu yulqihi mazala ba zai gushe bayana ba da shi ila akhir zaman haqqa shan zamani liman qahalahu Allah lidhalika wa Allah ya cancantar da shi za iya masa لهكم الاختصاص قولنا وقلت لك بنتا قال سيدنا الشيخ رضي الله عنه شوهم شوهم الله يدري شياتي بعد أن أجاب باين بعد أمسى أن سؤال سائلين كتنبيه ورمي تنبيه أن المسألة داك تنبيش قولت مسألة بمثل التفصيل المذكور دائرم ونا ربي وعد مكي شين أباد الأباري نعن النبي أكوي أميني أكوي خاسي أكتنبيش جانا ما نسو غا امثله شو الجنه يي يتي ومن توهم وان ده يتي انه صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم ان قضى جميع مرده شيوا واي مردن سا يا ينكي ان امته صلى الله عليه وسلم غا امته كسائر الاموات وكما ان ده سور امته دو دكوا ان يمت شي كنن مون ابو ناش كما يا قاري تو فقد جهلا دو وان ده يو النبي ذات هكا يا جاهل جروت بت النبي صلى الله عليه وسلم مرتبه النبي واسع العدل معه يا كون النبي غا النبي ويخشى علي انا صورن ولي وان ما ان يموت كافرا يموت كافر ان لم يتوب اما ان بيتوب با من هذا الاعتقاد ده وان الاعتقاد وقد عرفت كاقوسن ان جميع ما هو مذكور عن شيخنا دو ابن ده كجي ان فدا ده ان شي شو ده ني فدا مما تلقاه ده ابن ده يتشفي من الحضره المحمديه صلى الله عليه وسلم ده حضر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هاتين صلاتين أفضل وإن صلاتي قد أبيو صلاة الفاتحة دجوارا ليس فيه مساعدمة ليس فيه مساعدمة للنصوص القطعية بس يكروا النصوص الشريعة ولا ما يعدي إلى انخرام القواعد الشريعة كما بس نوني زواج أبن ذي روشي واتو قائد دين شريعة با إذ غايته دم متكر أبن ذي بقى أنه إخبار عدل أنه صلى الله عليه وسلم بعد العباري نمي عدلتي واندهي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم بذكر انده ونذكري غير خارج اما انا ما اتا به ذكركم به فتا دقاء معنى ابن دشي النبي يدور شفا ولا منحرف عن اصول ديني القويم ابن دكما يدور شي بذمايا كركتا قاسل الدين النبي واندهي كده تتوا وبتدعيف العدل السابتي دكما يدوكما دا ابن دهي كي ننن كلادا الثابت اصله في الكتاب والسنه وند اصلن هكا ننن كلادا يازو ا cikin القران والحديث والله يضاعف لمن يشاء الله ياتي الله الى ننن كلادا ga wanda yaso الحديث يازو ا cikin حديث مثلا ياتي الحسنه كيكاون ايكي بعشر امثالها ذا باك لادا 10 ان كاي مي كيو 1 الى 700 ضعف هر انن كامك ازو 700
إلى أضعاف كثيرة أرى أن كما كذوا أبن بيد يا كائن ديا وقد تقدمت الإشارة إليه نوني يا جبات الزوا جوانا ففهم كفهم جوانا والله يتولى هدانا الله يجب أن تشريهم جميع أنقباجي دا بمنه دبي وسا قال الناظم رحمه الله تعالى تشيني مالا زي ما قنا أكن يقود البريحة أما صلاة الفاتحة الوسنة التي يدعون بالياقوتة الفريدة ففضلها على مراتب انقسم وجلها أن الخلائج انكتم تشيني زي فارما قنا أكن بيان صلاة الفاتحة دفلذتا ذاكي وانشكي وانشنتا شين زي منا تسيم تاش زوجو إن شاء الله فاتحة على صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة الله كيا ون حالي جميك تيجي الله كأوكي من أربك الله كيا يمنا أوكي من أربك ليت جانك وان شباب ذلا في أنا أسكت الله باش ذلا في مرا سالا في مرا باش ذلا في ذي كبوك مرا جد دام مصرا سلاة الفاتي سلاة الفاتي غادي لا سلاة كل مسكين مانا لا كل مانا ذي سلاة أنت بتحول لنا من عام من الله تفسير من تقول لنا من تفسير من غير من سيد من تقولي نبى لنا من الله من تام من ذلك أعطنا بالجاب تكب قدامنا كم أمرنا واجبنا كم أتنا هذا الجلال والكرام نبرات وخلنا سبحان ربي كرب العالمين سبحان ربي الحمد لله